إذن إلى محور هذه الحلقة. انعكس توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة على مجمل الحياة العراقية، وبدأت مرحلة جدية لفك إشكالات الكثير من الملفات المتعلقة بالأمن والمعتقلين والمناطق المعزولة التي سيطر المسلحون عليها حتى في قلب بغداد كالدورة ومدينة الصدر وسواهما. إذا نتحدث في هذا المحور عن الإشكالات العالقة، نبدأها بمشكلة المعتقلين التي تشكل الشغل الشاغل للمنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، حيث يودع الآلاف منهم السجون بلا محاكمة أو حتى اتهام. تقرير عبد القادر السعدي. حرصت وزارة الداخلية الحالية ومنذ تشكيلها على تحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان كالتزام قانوني واجتماعي حسب ما يقتضيه الدستور العراقي من قوانين واتفاقات دولية، لكن هذه الوزارة كانت عادة عرضة لانتقادات من قبل المواطنين حول قيامها باللجوء إلى أساليب شتى لانتزاع التحقيق. عايز القاضي طلعني افراج وظلت دعوة اللخم علي بدون ما اعرف يعني شنو السبب، وهنا أنا زينين يعني ويانا يتفاهمون ويا يعني يقدرون المسجون، يقدرون يعني الحالات اللي تجيهم. التهمة اللي وجهت لك شنو؟ التهمة بانه اضرب القوات الامريكية وافجر عبوات. ولتأكيد مدى جدية الداخلية في رصد السلبيات بالإضافة إلى الحد من الانتهاكات ومعاقبة من يثبت تقصيره ضد المواطن ومناهضة التعذيب أو الأعمال غير الإنسانية وسوء المعاملة تجاه المعتقلين في مراكز الشرطة، دخلت كاميرا العربية دائرة الجرائم الكبرى في الرصافة بدون استثناء. ما أن حق نوقف أي شخص إلا بقرار قضائي، ولا يدخل موقفنا إلا بمذكرة توقيف كاملة. وبعد مذكرة التوقيف ماذا سوف يكون الحكم عليهم؟ التحقيق هو اللي ياخذ مجرى، اللي عنده إدانة يحال المحاكم واللي ما عنده إدانة يطلق سراحه فيما بعد وفق الأدلة المتوفرة بالتحقيق. لائحة للسلوك وأخرى للعقوبات وضعت داخل السجون ليتعرف المعتقل على حقوقه وما هي القوانين التي تقام ضده، وخلف هذه القضبان يوجد العديد ممن ثبتت إدانتهم أو من كانوا على ذمة التحقيق. عبد القادر سعدي لبرنامج من العراق. عن هذا الموضوع نستضيف من بيروت السيدة وجدان ميخائيل، وهي طبعا وزيرة حقوق الإنسان في العراق. ست وجدان أهلا بيك. بداية طبعا هناك تخوفات طرحتها المؤسسات الحقوقية في مجال حقوق الإنسان طبعا، ومن ضمنها Human Rights Watch وهي منظمة عالمية، تخوفات حول تسليم المعتقلين من القوات الأمريكية حسب الاتفاقية الأمنية إلى عهدة الحكومة. هل هناك ما يبرر هذه التخوفات ست وجدان؟ أنا أتوقع بأن هذه التخوفات هي أكثر من المفروض أن تكون، يعني وما لها هذا الداعي أنه تكون بهذا الشكل. يعني إحنا هاي أكثر من سنتين وثلاث سنوات نطالب بدخول القضاء العراقي إلى المعتقلات الأمريكية، كون الموجودين داخل المعتقلات الأمريكية وعددهم غير قليل، يعني بحدود حاليا بحدود 16,000 معتقل عراقي، أكثرهم موجودين هناك، أو خلينا نقول مو بس أكثرهم، يمكن 99% من عندهم لم يتم عرضهم على قضاء عراقي، لا توجد هناك أدلة ضدهم، لا يوجد هناك يعني موضوع قضائي ضدهم. فإحنا كنا نطالب هاي أكثر من ثلاث سنوات على دخول القضاء العراقي إلى هذه المعتقلات وعلى عرض هذه الملفات على القضاء لغرض البت بها وإطلاق من لا تثبت إدانته، إطلاق من لا يوجد عليه أدلة، وإطلاق سراحة، ويبقى فقط فعلا المجرم واللي عليه أدلة واللي ضد راح يكون هناك حكم بصدده. فأنا أتوقع أن هذه التخوفات لا مجال إلها، والقضاء العراقي معروف بأهميته يعني وبحياديته وبجديته، فالموضوع هو ليس بهذه السهولة. لم يتم نقل يعني لم يتم أخذهم بهذا الشكل ووضعهم. نعم، يعني أغلب من أخذتهم القوات الأمريكية وزجت بهم في هذه المعتقلات ما يقارب عددهم 23,000 تقريبا، من ضمنهم 620 طفل، يعني بدون محاكمة، بدون تهمة، بدون حتى اشتباه، وهذا طبعا منقول عن القوات الأمريكية. هل يعني ذلك أنه في حال غياب الأدلة أنه القضاء العراقي سيطلق سراحهم باختصار؟ بالضبط، أكيد يعني طيب. القضاء العراقي إذا لا توجد أي دليل عليه يتم إطلاق سراحه طيب. مباشرة. إذن المعتقلين يم الأمريكان 16,000، الأحداث حاليا أقل من 70 حدث. طيب.
طيب، نستمع إلى رأي وزير الداخلية جواد البولاني حول كيفية تعامل أجهزة وزارته مع المعتقلين والمودعين لديها. أنا أعتقد ظروف التحقيقات الآن اختلفت كثيرا، ويعني سمعنا الكلام من بعض المحتجزين في هذه الدائرة، قسم من الموجودين هم منقولين من مناطق مختلفة وقضاياهم طبعا قسم منها بها مصادق أقوالهم أمام القاضي التحقيق. قضية انتزاع الاعترافات من خلال وسائل التعذيب هذا عمل مرفوض وعمل ما نقبله في أي مؤسسة من مؤسساتنا، وهذه الظروف أنا أعتقد استطاعت وزارة الداخلية من خلال تبنيها لنهج مهم هو احترام حقوق الإنسان. إذا نود أن نستثمر وجودك ستوجدان بموضوع آخر، حيث ظلت الدورة الحي السكني في قلب بغداد ظلت مشكلة عصية بعد أن تسللت إليها عناصر القاعدة وحولتها إلى ما يطلق عليه مشاهدينا قندهار العراق. راح نشوف هسه خلال تقرير ماجد كيف حالها اليوم. هنا الدورة ادخلوها بسلام آمنين، أكثر المتفائلين من سكانها لم يكن يتوقعوا عودة الحياة الطبيعية إلى مدينة الدورة أو قندهار العراق، فالاضطراب الأمني استغرق سنوات طوال، لكن الذين عاشوا سطوة الجماعات المسلحة وقوانين تنظيم القاعدة صاروا أكثر تفاؤلا من سكان بغداد، وهم يشهدون افتتاح أسواقهم ويعيدون إعمار شوارعهم ويستأنفون الحياة في الدورة. الآن الوضع جيد جدا بعد أن استتب الأمن بها وقيادة الصحوة وقيادة القوات الشرطة، كذلك بدأت الناس ترجع إلى محلاتها وتفتح، والناس المهجرة أغلبيتها بدأت ترجع إلى المنطقة. أحياء الميكانيك والصحة وحي آسيا الخطير لم نكن نفكر بدخولها، لكن حديث الناس عن الوضع الأمني دفعنا إليها، فإذا بالموسيقى ومقاهي الانترنت قد عادت مع عودة المهجرين، وإن كانت الكنائس المسيحية ما زالت مهجورة في بعض الأحياء. أناشد العوائل اللي نسحت من الدورة العودة إلى ديارها، الأمان مستتب في منطقة الدورة. الأوضاع الأمنية المستقرة ساعدت في خلق أجواء جيدة في المنطقة بعد أن تم تخليصها من سطوة الجماعات المسلحة والميليشيات لنبذ التفرقة الطائفية وتغليب المصالحة الوطنية، بخلاف ما كانت تروجه الجماعات المتشددة من حملات طائفية ومذهبية لتعود الدورة إلى بغداد بعد أن خطفها المسلحون سنوات طوال. انتشار القوات الأمنية مع رجال الصحوة في شوارع الستين والميكانيك في حي الدورة التي كانت تسمى بقندهار العراق دليل على عودة الحياة لهذا الحي. من حي الدورة جنوبي العاصمة العراقية بغداد، ماجد حميد، العربية. إذن ست وجدان، من الجميل أن نلمس عودة الأمن بهذا الشكل إلى حي الدورة بأجزائه سواء شارع الستين أو الميكانيك وغيرها من المناطق، وأن نجد أنه هناك افتتاح لكنائس في حي الدورة، لكن يبدو أنه من خلال التقرير هناك بعض العوائل تخشى العودة. كيف يمكن اجتذاب هذه العوائل؟ ما هي حقوقهم حتى يعودوا فعلا وتعاد الثقة بالدورة بالتحديد؟ أولا هناك الحكومة العراقية قامت بتقديم تسهيلات كثيرة ومميزات كثيرة لتشجيع العودة من المهجرين، لكن موضوع عودة المهجرين هو ليس بالشكل البسيط أو السهل. تعرف أنت تتعامل مع مشاعر إنسان، مع ناس تعرضوا إلى شيء من الخوف والتهديد واضطروا إلى ترك دورهم، يعني تعرضوا إلى نوع من التهديد على حياتهم، فلذلك إعادتهم إلى بيوتهم أو دورهم أو مناطقهم لن يكون بالسهولة رغم كل المميزات التي تقدمها الحكومة والتسهيلات. راح يحتاج إلى أن يأخذ وقت معين إلى أن يطمئن هو أنه يعني فترة معينة تمر ويحس بأن هناك فعلا أمن موجود وأنه لا يوجد هناك تهديد على حياته، راح تحس أنه شوي شوي راح يرجعون كل المهجرين إلى دورهم. وهذه فعلا بدأت، لكن بدأت بأسلوب بطيء، لكن راح تبدي بالتزايد والتسارع. إن شاء الله الأمن في ليس فقط في الدورة، في عموم بغداد بدأ بالتحسن وبشكل
ملموس، وهذا راح يساعد على عودة المهاجرين كافة إلى دورهم، وإن شاء الله يكون سنة 2009 هي نهاية عام الهجرة والمهاجرين وغلق هذا الملف بشكل متكامل. طبعا نتمنى هذا الشيء. أجهزة الأمن على كل حال، راح نتحول وياك ست وجدان إلى موضوع آخر. أجهزة الأمن العراقية مستنفرة اليوم لوضع الترتيبات اللازمة لحماية عملية الانتخابات التي تجرى مطلع العام المقبل. نتابع ذلك في تقرير فارس. يشاع الآن أن موجة الاغتيالات الأخيرة بواسطة المسدسات الكاتمة للصوت والعبوات الناسفة اللاصقة هي تصفية حسابات بين الأحزاب ترتبط بالانتخابات المقبلة. وزارة الداخلية العراقية أطلقت تحذيرات صريحة إلى كل الأحزاب والكتل السياسية التي تلجأ إلى أساليب العنف لترهيب الآخرين وإبعادهم عن المنافسة الحرة، بأن القانون وأجهزة وزارة الداخلية ستتصدى لهم دون تردد أو مساومة. احنا حتى نستبق الأحداث وما نجعل هذا الموضوع يصير ظاهرة أو يتطور إلى أن يصدع عملية الانتخابات أو يقصي ناس ويجبر ناس على أن يغيرون بعض الترتيبات في أجواء الانتخابات، الوزارة يجب أن تكون حاضرة، هي مسؤولة بموجب الدستور عن هذا الملف، الملف الأمن في كل البلاد. بعض الأحزاب والكيانات السياسية قد تستثمر مراكز النفوذ الديني والحزبي والحكومي في التنافس الانتخابي لمجالس المحافظات لتغطية تجاوزات قد تلجأ إليها من خلال استخدام العنف لترويع الأشخاص والكيانات المنافسة للظفر بمكاسب انتخابية سترسم خارطة العراق السياسية المستقبلية. من بغداد، فارس المهداوي، العربية. إذن ست وجدان، كيف تجدين الآن الظرف؟ هل هو مهيأ لاحتضان عملية ديمقراطية رغم كل التخوفات اللي طرحها التقرير؟ هل هو فعلا مهيأ لاحتضان هذه العملية الديمقراطية؟ وأعني هنا طبعا الانتخابات. يعني العراق مر منذ عام 2003 ولحد الآن بعدد كبير من الانتخابات ومارس العملية الديمقراطية بشكل واسع جدا، وكنا في ظروف أصعب بكثير من الظروف اللي نمر بها الآن. أنا أتوقع أنه الظروف الحالية هي ظروف ملائمة لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات، وهي وأتوقع هي أكثر من ملائمة. نحن نحتاج إلى هذه الانتخابات لإعادة التقييم ولإعادة تصحيح مسار العملية السياسية، وبالعكس أنا أشجع الناس كلها أنه تمارس هذه العملية الديمقراطية، وهذا حق من حقوق المواطنين اللي احنا نحرص على ان يمارسوه بكل حرية. ونتأمل يعني ونأمل. ست وجدان، لكن هناك كثير من التخوفات، في مقدمها مثلا موضوع استخدام العنف مع رموز مقابلة من قبل احزاب لاحزاب مقابلة، او حتى استخدام الواعز الديني في موضوع الانتخابات. هذه التخوفات كيف ممكن احنا نتجاوب وياها او نخلي المواطن يجاوب وياها؟ هذه احتمالات واردة جدا. يعني بالنسبة لموضوع كاغتيالات أو استعمال عنف، هاي موضوع وزارة الداخلية يعني أنا أتوقع مغضى حذرها وقائمة بعملها في هذا المجال. يبقى على المواطن العراقي كيفية تثقيف المواطن العراقي، كيفية مساعدة المواطن العراقي. المواطن العراقي ترى بطبيعته مثقف، إنسان مثقف مطلع على الكثير، وأعتقد أنه تجربة الخمس سنوات أعطته يعني غنته يعني من المفروض الآن أن يكون المواطن العراقي على بينة بما حدث وبما سيحدث وما هي أهمية هذه الانتخابات ومن سينتخبهم. فأتوقع أن هناك وعي أصبح للمواطن العراقي خلال هذه الخمس سنوات، وإن شاء الله تجربة مجالس المحافظات والانتخاب الخاص بمجالس المحافظات راح يغير الشيء الكثير وراح يبين ويصحح مسار كثير من الأمور. طبعا ست وجدان، استعرضنا وياك أكثر من موضوع ونشكر وجودك معنا. سيدة وجدان ميخائيل، وزيرة حقوق الإنسان في العراق. طبعا مشاهدينا، تعودنا كل حلقة نستعرض الصحف العراقية. معظم الصحف البغدادية هنأت قراءها يوم السبت الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما احتجبت أعدادها ليوم الأحد عن الصدور معلنة توقفها طيلة أيام عطلة العيد. راجعين بعد الفاصل نتابع. أي من القوات متعددة الجنسيات انسحبت من العراق؟ وأيضا
مسرح الطفل في العراق يعاود بحمامات السلام في دورته الخامسة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. من تبقى من القوات متعددة الجنسيات التي استقدمت الآلاف من جنودها وغزت العراق وبدأت بالعودة إلى بلدانها في حرب طبعا أثارت الكثير من الجدل حول جدوى هذه الحرب؟ ماجد حميد يطلعنا على ذلك. انسحاب جماعي لحلفاء الولايات المتحدة العسكريين في العراق، إذ بدأت تلك القوات الحليفة العودة إلى بلادها مع تراجع أعمال العنف، ويكاد لا يمر يوم بدون حفل يقام لمناسبة انتهاء مهمة بعثة في أحد المعسكرات في العراق بمشاركة مسؤولين أمريكيين وعراقيين يلقون الكلمات الوداعية للقوات المغادرة ويعلقون الأوسمة على صدور الجنود فيما تعزف فرق الموسيقى العسكرية. قبل أيام جاء الدور على وداع قوات أذربيجان في محافظة الأنبار التي باتت تتمتع الآن بهدوء نسبي. بعد أيام سيقيم جنود مشاة البحرية من تونجيا حفلا لمناسبة رحيلهم في معسكر فيكتوريا في بغداد. هذا وأقام جنود من البوسنة والهرسك وكوريا الجنوبية وبولندا وأرمينيا وجورجيا ومقدونيا حفلات وداع في الشهر الماضي، وستنهي اليابان هذا العام مهمة قواتها الجوية لنقل الإمدادات جوا للعراق. ولا يتعلق انسحاب الحلفاء بالتراجع الحاد للعنف في العراق وحده، فتفويض الأمم المتحدة الذي يحكم وجود القوات الأجنبية في العراق سينتهي بحلول نهاية العام الحالي، وتوصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق أمني مع الولايات المتحدة يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد بحلول نهاية العام 2011، غير أن الاتفاق لا يشمل شركاء واشنطن. أما بريطانيا فتسعى إلى إبرام اتفاق ثنائي يسمح لقواتها بالبقاء قريبة من مدينة البصرة، وإن كانت بنوده ستركز على التعاون الاقتصادي أكثر منه على العسكري. لبرنامج من العراق ماجد حميد، العربية، بغداد. إذن حول من تبقى ومن رحل من هذه القوات، معي من بغداد اللواء الركن محمد العسكري وهو المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية. مرحبا بك سيادة اللواء. أسألك بداية، عن يبدو أن هناك قوات داعمة وقوات أساسية، من تبقى من هذه القوات؟ عدد القوات المتعددة الجنسيات الإجمالي 32 بلد شاركة في الحرب عام 2003، القوات الأساسية 25 دولة، والقوات الداعمة هي 7 دول. طيب الآن القوات اللي ما زالت في العراق، هل هناك تفاوض حول انسحابها، خاصة وأنه التفويض سينتهي نهاية هذا العام؟ بكل تأكيد ما لا بد من القول أن تم انسحاب من 32 دولة لهذه اللحظة 22 دولة، أي المتبقي 10 دول. الولايات المتحدة الأمريكية حسمت أمرها باتفاقية جدولة الانسحاب المعروفة والمعلومة لديكم. الآن بريطانيا تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية، وبرغبة عراقية على أن تكون دور البريطانيين باتفاقية تختلف عن الاتفاقية الأمريكية، كون هناك الحاجة تدريبية وحاجة للقوة البحرية أكثر مما هي حاجة قتالية للقوات البرية، لذلك يجري التفاوض مع القوات البريطانية في هذا الشأن. باقي القوات الأخرى، الدول الأخرى، هي قوات قليلة ورمزية وقوات داعمة، معظم عملها ضمن حلف الناتو وفي تدريب، وهذه الدول أمكن أن نعطيكم أسماءها أو الأعداد التي تعمل في الساحة العراقية. نعم، طب لو تحدثنا عن القوات البريطانية بالتحديد قبل ما نتحدث عن باقي القوات سيادة اللواء، القوات البريطانية كان لحد آخر لحظة جدل كبير حول موضوع تفاوضها مع الحكومة وموضوع الحصانة، إلى أين وصل التفاوض مع القوات البريطانية؟ أولا القوات البريطانية عددها 3990 جندي موجود في البصرة فقط، لا يوجد في مكان آخر. القوات البريطانية تحاول يعني من خلال لقاءاتنا بهم، اللقاءات الأولية تكون في وزارة الدفاع لأن احنا الجهة المختصة، ثم تتفاوض مع الحكومة العراقية. أوضحنا لهم أنه حجم القطاعات البريطانية ومهامها يختلف عن مهام القوات الأمريكية اللي عددها 143714 جندي، عدد كبير ومهام كبيرة. لذلك القوات البريطانية
بريطانيا، نحن وضحنا لهم بكل وضوح وبكل صراحة نحتاجهم في مجال التدريب وفي مجال دعم القوة البحرية العراقية، ولا نحتاجهم كقوات برية تقاتل في البصرة. لذلك المسؤولية الأمنية للقوات العراقية، وحددنا لهم هذا الشيء. لذلك نعم. تم الاتفاق المبدئي على انسحابهم في آذار القادم. نعم سيادة اللواء، يعني بعض القوات متعددة الجنسية من بعض الدول ممثلة بجندي واحد وبعضها ممثل بأربع جنود، على ماذا تفاوض إذن حتى تنسحب، خصوصا أن التفويض انتهى تقريبا؟ بالتأكيد هذه دول جاءت للمشاركة لأغراض مشاركات سياسية ولدعم إنساني ولأجل أن تقول كلمتها أنها ساهمت في هذا، ولكن هي كلها جهود مشكورة. مثل أيسلندا يعني موجودة ضمن القوات المتعددة بجندي واحد، هناك دول يعني موجودة بأربعة، يعني حتى دول لها ثقلها واسمها الكبير بعشرين جندي يعني يشترك في الساحة العراقية. معظم هذه المهام هي مهام إنسانية لإزالة حقول الألغام، لتنقية مياه الشرب، لتوليد الطاقة، لم يكن لها دور مؤثر. لو بثلاثين ثانية أوضح لك نعم. أن القوات الأمريكية نأخذها على جانب لأنها صاحبة الحصة الأكبر وهي التي تقوم بكل شيء. تأتي بعدها البريطانية من ناحية العدد والمهام، ثم تأتي قوات كانت لها دور فعال مثل إيطاليا وإسبانيا وبولندا وانسحبت نعم. كوريا الجنوبية لديها تمثيل كبير، ولكن في كردستان العراق لم يكن تمثيل عسكري. تبقى هذه الدول فقط هي الخط الثاني. الدول الأخرى ليتوانيا وكازاخستان و باقي الدول 22 دولة عدتها الوقت البرنامج ما يسمح، هي محدودة من يعني أكثر دولة 400 وأقل دولة ممثلة بشخص واحد. معظمها قضايا دعم لوجستي ودعم للمواطنين لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا من بغداد، اللواء الركن محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، شكرا على المشاركة. وأخيرا نختتم بفعاليات مهرجان الطفل في العراق، حيث تعاود بحمامات السلام في دورتها الخامسة التي أطلق عليها اسم المخرج العراقي قاسم محمد. تقرير جواد الحطاب. لا بد أن الربيع القادم أفضل، تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات المهرجان الخامس لمسرح الطفل دورة قاسم محمد الفنان العراقي الكبير، وسط حضور تميز بالكثافة والنوعية، وكان بدءه أوبريتو حمامات السلام الذي استحضر رموزا عراقية من مختلف العصور. أنا هم أطلع ويا أصدقائي بحفلة وتيهم ويتيهون يتجنوا مركبة فضائية تنزلي، قلهم متمنى أحسيلهم يساعدوني ويأخذوني. خوش تمثيل يعني ممثلين الأطفال، وال هاني وانا يما يعني عجبني المهرجان كلش حلو. دائرة السينما والمسرح لم تقصر الفعاليات على فرق بغداد المسرحية فقط، لكن هناك حصة المحافظات ودوائر التربية، فيما ستكرس الحلقات النقاشية لتسليط الضوء على تجربة من حمل المهرجان اسمه قاسم محمد، الذي يبتهل المثقفون العراقيون جميعا لأن ينتصر على مرضه الصعب، ولعل الطفولة وعنفوانها تعيد له العنفوان. أنا عندي حفيدة اسمها رند بنت ابني تميم، هذه الحفيدة الحبيبة من أشوفها أشعر أنا رجعت طفل من خلال لعب وياها من خلال كذا، فكيف أنك من تعتني بمجموعة أطفال في مهرجان مسرحي؟ كيف؟ المهرجان أثبت ذوق الأطفال إلى فرجة مسرحية تحمل لهم البهجة والفائدة، مثلما أثبت حاجتنا إلى نص مسرحي قادر على محاكاة الطفل والاقتراب من عوالمه. جواد الحطاب لبرنامج من العراق. بأوبرة حمامات السلام انتهت حلقة اليوم التي أعدها لكم مشاهدينا دكتور صباح ناهي. كالمعتاد أذكركم ببريد الحلقة لأرائكم from iraq@alarabiya.net، ومحتوى الحلقة كما المعتاد موجود في أرشيف البرامج على صفحة العربية. على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، استودعكم الله.